السلام عليكم ورحمة الله. المرجو منكم دعمنا بزر الإعجاب والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد إن شاء الله. كشف وزير الصحة خالد أي طالب عن إحداث مستشفيات ميدانية في مدن مغربية بعد تفشي سريع لفيروس كورونا. وقال أي طالب في اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب يوم الثلاثاء أنه بعد إحداث مستشفيات ميدانية في بنقرير وبن سليمان وسيدي يحيى الغرب والجديدة والغابة الدبلوماسية بطنجة ومراكش وأكادير سيتم إحداث أوراش أخرى في مدن جديدة. وزير الصحة ذكر أن عدد المختبرات الخاصة بكورونا وصلت إلى 30 مختبر بالمغرب، فيما بلغ عدد التحاليل المخبرية 25,000 تحليل يوميا. وأضاف أنه سيتم تشغيل مستشفيات جديدة نهاية السنة الجارية لدعم العرض الصحي بينهما المستشفى الجامعي بطنجة والمستشفى الجهوي مولاي يوسف والمستشفى الإقليمي صخيرة تمارة والمستشفى الإقليمي دريوشة وخمس مراكز صحية للقربة. نشكركم على حسن المتابعة.